اشتاق كثيرا هذا المنتخب الاول في اليوتيوب. كل اهل وهران سعداء اليوم بتواجد الفريق الوطني الجزائري على مستوى ولايه وهران، وسيقيم معنا مده اسبوع يعني من اليوم الى غايه تاريخ 28 ان شاء الله. نحن نرحب بكل اللاعبين وكذلك الطاقم التقني، نرحب كذلك بالسيد رئيس الفيدراليه الجزائريه لكره القدم كذلك سي جايد زفيزوف، ونتمنى ان شاء الله اقامه طيبه الى الفريق الوطني، ونتمنى له ان شاء الله كذلك التوفيق في المقابلتين الوديتين اللي راح يقوم بهم هنا. ونقول باللي باش الجمهور الوهراني سيكون في المستوى ان شاء الله اللي ينتظروه كل الجزائريين واللي ينتظروا الفريق الوطني منه خاصه. حفاوه كبيره استقبال المنتخب، حفاوه كبيره، اغاني فولكلوريه، استقبال هؤلاء الاشبال يستحقون كل التقدير والاحترام، افرحوا الجزائريين في العديد من المرات، ووجب علينا ان نستقبلهم كذلك استقبال الابطال. المنتخب الوطني يعاد الى غرب الجزائر خاصه مدينه وهران بعد اكثر من 15 سنه، كيفاش كان يعني كيفاش لقيتوا الاستقبال اليوم؟ بدوري انا كذلك جد مسرور بتواجدنا بمدينه وهران المضيافه اللي هي قطب من اقطاب الرياضه الجزائريه وكره القدم خاصه. ان شاء الله راح نجري مباراتين وديتين، ان شاء الله تكون عندها قيمه مضافه للاستحقاقات القادمه، حيث هي راح تكون عمليه تقييميه للاستحقاقات القادمه، تصفيات كاس افريقيا وكاس افريقيا ان شاء الله. فيما يخص ظروف الاقامه، ظروف التدريب، كل شيء مهيئ، كله مضبوط. ونشكر السلطات المحليه على العمل الجواري اللي خدموه معنا، وعلى راسهم والي الولايه، وهما مشكورين. ويعني ماشي من اليوم، يعني في كل مناسبه نجد اهل وهران وسلطات وهران في بجانبنا في كل المناسبات. بريزيدون الجمهور الوهراني وخاصة الغرب يعني راح يكون حاضر بقوة أكيدة. نعرف رسالة للجمهور الغرب. نعرف احنا الجمهور الوهراني، وإن شاء الله يكون حافز هام للفريق ولكل المقابلات الجاية. بارك الله فيك. نعم، كان هذا تصريح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جايد الزيف، ولي وهران حضر وصول المنتخب الوطني. كما قلنا حفاوة كبيرة وكبيرة جدا استقبل بها نجوم المنتخب الوطني الذين يعودون إلى المنتخب، يعود إلى مدينة وهران بعد سنوات طويلة كما قلنا. الظروف وتصريحات مطمئنة من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن كل الظروف مهيئة وعلى شمس I'm going to send me a